شهدت فترة حكم الإمام أحمد بن سعيد التي امتدت من سنة 1744 وحتى سنة 1783 الكثير من الأحداث المهمة التي من الصعب حصرها أو الأخذ بكل تفاصيلها. وكان من أبرز المجالات التي شهدت عمان فيها نمواً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في عهد الإمام أحمد هو تطور القوة البحرية العمانية التي استغلها الإمام أحمد في تأمين حدود الدولة العمانية وتسيير الحملات البحرية لمهاجمة المتربصين بها خاصة الفرس، وكذلك تلبية نداء من استجار به وناشدوه حمايتهم ضدهم. وعليه فقد شهدت سنة 1775 تسيير الإمام أحمد الأسطول العماني إلى البصرة لمحاولة تحريرها من حصار الفرس بعد الاستنجاد به من أجل تحقيق ذلك. وتحرك الأسطول العماني الذي ضم هلال ابن الإمام على رأس السفينة الرحماني، فنجح الأسطول في إنجاز ما كان يتطلع إليه، وعاد إلى عمان بعد أن قدم خدمة كبيرة للبصرة وأهلها. وقد أثمرت هذه الحادثة عن نشوء علاقات مميزة بين عمان والدولة العثمانية نتيجة جهود الأسطول العماني في مساعدة البصرة، وأصدر السلطان العثماني عبد الحميد الأول مرسوماً يقضي بدفع مبلغ سنوي لعمان استمر نافذاً حتى عهد السيد سعيد بن سلطان، وتوسيع الامتيازات التي يحصل عليها التجار العمانيون في موانئ الدولة العثمانية خاصة ميناء البصرة.